الاسطمب الاولاني بيقول لك معاك لو عندك كده رنج بالمنظر ده كده وسخناها، هل يا ترى ايه اللي هيحصل فيها؟ يا ترى الريدس اللي بره اللي هيزيد، ولا الريدس هيزيد لجوه، ولا هيزيد في ناحيتين؟ يعني بمعنى اصح انا دلوقتي باي هيتنج، لو التمبريتشر زادت يا ترى اللي هيحصل معاك ان اللي جوه هيفضل زي ما هو بس اللي بره هو اللي هيزيد، يعني يحصل ده لبره كده، ولا العكس اللي بره كده زي الفل بس اللي جوه هيزيد لجوه، ولا ثالث حاجه ان ايه، ان من ناحيتين يا معلم، ده يطلع لبره وده يطلع لجوه. في كلتا الحالات حصل اكسبانشن للاريا اللي موجود. تمام، ادي كيس رقم واحد. كيس نمبر 2، كيس نمبر 3، عايزك تفهم التفسيرات الثلاثه او تبقى فاهمهم. دي مش التفسير ماثيماتيكال، تفسير فيزيكال، وتفسير حياتي. تمام، هي رينج دي عباره عن ايه يا راجل؟ طيب قال لي بالراحه، الرينج دي عباره عن جزء مقطوع من ديسك. نفترض مع بعض ان احنا كان عندنا ديسك لطيف جدا بالمنظر ده كده، وكنا بنقول ان الرينج بتاعتنا هي عباره عن مثلا ال 10% الاخيره من الديسك. يعني الرينج اللطيفه بتاعتك ديت اهي، ادي الرينج اللطيفه بتاعتك الجميله ديت. يعني نفترض ان الديسك هيسخن ودايما بتدور على ال 10% الاخرين. نفترض فور اكزامبل، احسن يقول ايه اللي جاب 10% اكزامبل اللي هي 10%. ماشي، طيب لما حصل عمليه الهيتنج يعني التمبريتشر بتاعتك زادت، المفروض لو بنتكلم على الديسك البني ده كده معناه ان الديسك بتاعك ايه؟ كبر. طيب لو شفنا الرينج بتاعتنا اللي هي اللونها لبني دي اللي هي عباره عن 10% الاخرانيه هتبقى كده، يبقى ال 10% ايه اللي حصل؟ ال 10% زي ما انت شايف الريدس بتاعها طلع لبره، يعني ده كده طلع ايه؟ لبره بالمنظر ده كده، صح كده؟ يعني زادت، بقت الاريا بتاعتها اكبر، بقت 10% في اريا كبيره يبقى اكبر، بس الايه؟ الريدس الخارجي هو اللي زاد لبره. ادي كده الماثيماتيك. طيب الفيزيكال يا راجل، طيب قال لي بص، ويا ريت نفتكر مع بعض الكلام اللي قلناه كالتالي. ان احنا قلنا مع بعض الموليكولز ما بتطقش بعضيها، يعني عندنا موليكولز، اثنين موليكولز جنب بعضيهم، المفروض ايه اللي يحصل بينهم؟ قال لي باي هيتنج السبيسنج اللي بينهم ماله؟ قال لي يزيد. صح، يزيد يعني ايه؟ كده صحيح كده زاد كده. لا يا معلم، كده قاله قوي وكده قاله قوي، ما دام بتزيد لجوه كده بيقربوا، يبقى بيقربوا لبعض، يبقى دي ما تنفعش ودي ما تنفعش، لازم السبيسنج اللي بينهم يزيد. وكون السبيسنج يزيد مش هيحصل غير لما الريدس ده يوسع او يكبر، عمره ما يصغر، لانه لما هيصغر جوه كده هيبقى السبيسنج اللي بينهم بقى ايه؟ قليل، وده اجينست الفيزيكال مينينج بتاعه. الاجابه الثالثه اللي هي اصلا اللي انت فهمت الاولانيه والثانيه، انت عليك باللي تشوفه عينيك. الاجابه الثالثه بالظبط زي ما بتشوف كده، لما مامتك تقول لك يلا يا راجل طيب فك ايه الجار بتاع المربى ولا بتاع افتح، مش عارف تفتحه يمين شمال مش هتفتحه هتكسر، يقول لك ايه؟ حطه تحت الميه السخنه. الله ينور عليك، يبقى التمبريتشر بتاعتك ابتدت تزيد، تزداد الريدس بتاعك ايه؟ ابتدى يزيد بتاع الغطاء المتل. فلما يبتدي الغطاء يزيد، الريدس الداخلي الانر ريدس يزيد، يبقى بالتالي بيبتدي ايه؟ يوسع معانا ويبتدي يفك معانا. ابلكيشن يا معلم على الكلام ده كله، الراجل بيليا يا معلم اللي في الايه؟ اللي في المصنع ولا في الورشه، بيقول لك ايه؟ لما يلاقي صاموله مش راضيه تركب في مسمار لان هي الصاموله مش اوسع منه شويه، يقول لك ايه؟ امسك الصاموله دي وتحطها على النار. فالصاموله توسع سنه ويروح رابطها على المسمار تمشي عليه وتمشي وتشتغل. نفس الكلام ده كله، بنشتغل على الحته الحلوه دي اللي بتصلح شويه مشاكل في الفابريكيشن، بس فيري سمول فابريكيشن ايرور. يعني بيقول لك ان ايرون رينج از فيت تو ايه؟ سنايل او ايه؟ سلندريكال ايرون رود. يعني بمعنى اصح بمنتهى البساطه، مفروض ان احنا كان عندنا ايرون بالمنظر كده رود، جميل جدا، ادي الرود جميل. الرود ده بتاعك ايه؟ بيقول الدايمتر اوف ذا رود او الدايمتر بتاع الرود 6.445
سنتيمتر عند تي ايكوال 20 ديجري. المفروض كان الصامولة هتمشي فوق. الصامولة اللي سيادتك الصامولة سيادتك اللي المفروض كانت هتمشي على الرود داكت، مفروض اكيد الانر رود او الانر دايمتر يكون اكبر من ده. قال لي الانسايد دايمتر رينج لقيته الانر بتاعك طلع بكام؟ قال لي ب 6.42 سنتيمتر. ده طلع اقل من ده، يبقى استحاله هيمشي عليه او هيجري عليه. تو سليب اوفر ذا رود الرينج ماست بي سلايتلي لارج ذان ذا رود باي اباوت 0.02. يبقى دي الريكوايرد المطلوبه 6.445 + 0.08، هتطلع 6 وهنا تطلع 3 وهنا 5 وهنا 4 سم. الدي بتاعت الرنج كده، واحنا نفسنا ان هي توصل لكده عشان تقدر تعدي من الرنج. يقول لك تو وات تمبريتشر ماست ذا رنج بي بروت، يعني كان السؤال بتاعي انا عايزها تسليب اوفر ذا رود، يا ترى هسخنها بتمبريتشر ديفرنس قد ايه؟ نصلح الايرور الصغير ده ازاي؟ قال نسخن الرنج ده، يا ترى نسخنها قد ايه عشان توصل؟ هو بس بيوديك الابلكيشن. ايه بقى اللي حصل معاك؟ قال الدلتا دايامتر ايكوالز الفا بتاعته في الدايامتر الاصلي مضروبه في دلتا تي. الدايامتر الاصلي اللي هو كام؟ اللي هو كان 6.42. الدلتا دايامتر عباره عن ايه؟ 6.453 - 6.42. انا كده ببين لك بس الماث الايرو والالفا دي جيفن، تقدر تجيب مين؟ الدلتا تي. حكايه طويله وعريضه، بس الحل زي ما انت شايف بيتعلق سطر او ربع سطر كده. واحد يقول لك ما فكره حلوه قوي، ما تدوس يا معلم. انت لو حليت المساله دي برقم بارقام، رغم ان الفرق الصغير قوي ده في الفرق في الايه؟ في العلامه الثانيه او السكند بليس ديسمال من السنتيمتر، يعني اقل من ربع او عشر مليمتر او يعني اللي كتير قوي 0.1 مليمتر حاجه زي كده او 0.2 مليمتر، هتلاقي ان محتاج تسخن الرود ده او الرينج ده مور ذان 450 ديجري. يعني الموضوع ده ينفع؟ ينفع، بس ينفع في الفيري سلايت ايه فابريكيشن ايرور. الابلكيشن اللي بعد كده بيقول لك جاز تانك ان ذا صن. واحد دايما يقول لك ما تملاش الجاز تانك، تملاه في يوم الحر او الايه او تحطه في البحر. ليه؟ قال لي عندي 70 لتر ستيل جاز تانك اوف ا كار فيل تو ذا توب ويز جازولين ات 20 ديجريز سيلسيوس. ايه اللي حصل يا شباب؟ احنا عندنا تانك لطيف جدا بالمنظر ده كده. التانك ده مليان على اخره، مليان على اخره جازولين. حلو. الفوليوم بتاع سيادتك كام؟ قال لي الفوليوم بتاعك، الفوليوم بتاع القصه سواء التانك او الجازولين في الاول عباره عن 70 لتر. كان الكلام ده كله امتى؟ قال لي عند 20 ديجري، يعني تي انيشال عباره عن 20 سيليزيوس. العربيه دي سيت ان ذا سان اند ذا تانك ريتش ذا تمبريتشر اوف 40 ديجري. التي فاينل بتاعتك بقى 40 ديجري او سيليزيوس ديجري. يا ترى بيقول لك هاو ماتش جازولين يو اكسبكت اوفر فلو فروم ذا تانك. قال لك في ايه؟ في الحاله دي هيبقى في شويه جازولين هيطلع لبره قد ايه؟ طيب ايه اللي يخلي في اوفر فلو؟ قال لي بالراحه هنا الفوليوم بتاع الستيل تانك لو زاد هو التمبريتشر بتزيد، يبقى الستيل هيزيد والجازولين هيزيد. لو الاثنين زادوا نفس المقدار مفيش حاجه هتبقى اوفر فلو. لو التانك زاد قوي والجازولين ما زادش قوي يبقى التانك المقياس بتاعه هيقل. انما لو الجازولين زاد زياده اكتر من الثيرمال انكريز اللي حصل في التانك يبقى شويه الجازولين الزياده هي اوفر فلو فروم ذا تانك. ده الكلام الجميل اللي حصل معاه، ده اللي احنا عايزين نحسبه مع بعض. الاوفر فلو اللي حصل هيجي منين؟ ان الزياده بتاعه الفوليوم بتاعه الجازولين كان اكبر من الزياده في الفوليوم اللي حصلت في التانك. اكيد بنتكلم على الفوليومتريك الثيرمال اكسبانشن، يبقى ده بيتا بتاعت الجازولين في الفوليوم الانيشال دلتا تي جازولين ماينس البيتا بتاعت الستيل، لانه قال لك ستيل تانك ستيل ملتبلايد باي انيشال فوليوم ملتبلايد باي دلتا تي. ده التانك بتاعك خلصت. خلصت يا معلم. ده عندك وده عندك وده عندك وده عندك وده عندك وده عندك كله خلص.
اقصى حاجه ممكن يلعب معاك في الحته الصغيره دي يديك الالفا بتاعت الستيل. تروح قايل له خلي بالك البيتا بتاعت الستيل بما انه ميتال عباره عن 3 الفا بتاعت مين؟ الستيل. اخر حاجه كنا لازم نتكلم على حاجه اللي دعوه بالستريس، بيقول لك هاي واي is to be made of a block of concrete 10 meter placed end to end without space. ودي هنا بيقول لك الغلطه الكبيره اللي ممكن تحصل ان تحطهم without steel. جميل، يبقى الكونكريت بلوك بمنتهى البساطه ادي البلوك الاولانيه كده والبلوك الثانيه وراها بالمنظر ده كده انسى. جميل حلو، البلوك دي عباره عن ايه؟ قال اللينس بتاعها عباره عن 10 متر. حلو، if the blocks was placed as temperature T T initial بتاعك كان عبارة عن 10 what compressive stress would occur if the temperature زادت لغاية 40 degree. يعني جينا في الصيف هنا T final بتاعتنا بقت 40 degree. حلو، قال لك concrete area بتاعتك concrete area اللي بين كل واحد والتاني ده كده كام concrete area؟ قال الاريا دي قال لك عبارة عن point. حلو، هو طلب مطلوب، انا بقول لك خليهم اثنين، عايزين نحسب مع بعض الاستريس اللي على البلاطه او اللي على الكونكريت بلوك دي بكام، وعايزين نحسب الايه النورمال فورس بتاعتي بكام. انا بالراحه كده لما التمبريتشر انيشال كان ب 10 ووصلت ل 40 متوقع ان البلاطه ود لايك تو انكريز يا من اليمين يا الشمال، فتلاقي البلاطه الثانيه راحت ترميها وزقها. عايز تحسب استريس، الاستريس طول عمر اف اوفر اي يانجز مودلس دلتا ال اوفر ال. جميل، ايه اللي حصل معاك؟ الدلتا ال اللي رديتها دي عباره عن كام؟ الفا ال دلتا تي، ده الروت بتاع النهار. ال ال طارد مع ال ال يطلع معاك ان اف اوفر اي اللي هو الاستريس عباره عن الفا يانجس مودلس دلتا تي. عندي دلتا تي اللي هي 40 ماينس 20 تمام، ويانجس والالفا موجودين عندهم، يبقى كده جبت مين؟ كده جبت الاستريس يا راجل. طيب ما الاستريس بتاعك؟ لو عايز اجيب الفورس عينيا، يبقى الفورس بتساوي الفا يانجس مودلس دلتا تي ملتبلايد باي ايه؟ باي اريا. خلصت الحكايه. اما حاجه قبل ما تتكلم وقبل ما تحل حاجه، الاستريس ده نوعه ايه؟ قال لي اكيد نوعه بريشر، عشان ما ابقاش حافظ قوانين وبعوض فيها وخلاص القصه بتاعتك. طب انا ما قصرتش؟ قال لي لا، انت كنت عايز تطول وانت زقتني عشان ارجع تاني الوضع الايه؟ اتفضل.